سألنا عن العدس، لو حد شاف العدس وبرضه ناخده كده بالتفصيل، العدس اللي هو الأسود طيب. أو اللي بجبة زي ما بيقول. أيوة بصي بقى، هو العدس عامة مش حلو. العدس يعني زي ما بقولك استبدال ما هو خير بما هو أدنى. يعني أنت عندك حاجة قيمة قوي، لا استبدلتيها وخدتي حاجة أقل منها. أيا كان بقى الحاجة دي، تمام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حتة ان انت تشوفي بقى العدس لابس قصدي بجبة كده، فده معناه حد يلبس قناع، يلبس قناع. يعني تتعاملي مع حد وش مش وش خالص، بوشين. وخصوصا بتبقى لو المرأة متزوجة يبقى فيه هيجي لها خيانة من ناحية الزوج. خيانة، ما هو بيغلف نفسه. لو البنت فهو أهل زوج غير على غير صلاح، كل ما هو مغلف يتخاف منه لان في صخب وفتن. فتنتبهي يعني.